والا عاملين جريف وهذه حاجه ما تخوفنيش وانا نمشي في الاستفزاز وغادروا جميعا. يلا اختار واحد. سيد بورين خمسه. خمسه لانه خطاب السميق خطاب على خرج البارح باش يقول اني اتنفس تحت الماء، راني حي، راني موجود، راهو في وسط الغليان بتاع الساحه السياسيه. مش معقول رئيس الحكومه ما يتكلمش، ما يقولش اني هنا، انتبهوا اني هنا. فخرج تكلم، قال الكلام رفع المعنويات، كلام عام، امور تتعلق بالاستراتيجيه الخاصه بالحكومه، بدل في الجو المخطط القادم تاع الخمس سنوات، ترفيع معنويات التوانسه انه راهو على مشارف الانتصار على الكورونا. ريالمون ما قالش حاجه جديده، لكن تمنيت البارح بتاتا باش ما نظلموهش برشا، ان شاء الله يكون البارح قرر وغدوه وزرتي باش يفصلوا لكم الاجراءات اللي انتم تستناو فيها. خاطر وقت اللي قالوا لنا واش قال لي واش قلت لك ويا طبال ويا كذا، اسمع راهو سيد رئيس الحكومه باش يطلع الستة، الناس كل مشينا قلنا باش يعلن بالاسئله نتاعنا، القهاوي، الجوامع، البريمات، التنقل، المعايده، التعليم، الكذا، لكن هو فضل تقريبا يعطي قضايا عامه فضفاضه، ويبدو انه فوض لوزرائه انه اليوم يعطيونا التفاصيل. بالتالي جاء خطاب السميق نتاع الحد الادنى. في التدوينة اللي هبطها معناها كنت ديسو أكثر من الكلام اللي قلته. لا لأنه اليوم راك ما عطيتنا شيء، قلت له راهو مش هذايا الشعب اللي تحكي معاه، كأنك تحكي مع أربع من الناس نخبة تعرفهم معناها. لكن اليوم إلا ريكوبيري خرج لنا وزرته باش عطاونا التفاصيل. أنا البارح حتى كي حكيت بمنطق الإحباط كنا نستناو في الإجابة على الأسئلة هذه اللي اليوم سمعنا جزء من الإجابة. بحمورة عطيت خمسة كيف كيف البارح رئيس الحكومة.